النادي الاهلي دايما يا جماعه النادي الاهلي، انا مش عايز حد يبقى زعلان، اه اتغلبنا لازم نزعل، ولكن يجب ان نقف على النقاط الصعبه او النقاط اللي غلط اللي في النادي الاهلي، ده اول حاجه. تاني حاجه ان مش عايز حد يزعل ليه؟ لان انا هقول لحضراتكم حالا حالا الاهلي وعودته التاريخيه، دايما انا عايز احط سلوجن كده نمشي عليه او حاجه نقدر نتكلم فيها يا كابتن شريف يا كابتن بلال يا كابتن تامر. الدقيقه 90، الدقيقه 90 لا تعني مباراه ولكن قد تعني دوري كامل، بمعنى ان النادي الاهلي، وانا هقول لكم امثله دلوقتي حصلت في الدوريات السابقه، في دوري 95 96 مثلا، ترتيب في نهايه الاسبوع العشرين قدام حضراتكم، في نهايه الاسبوع العشرين نادي الزمالك كان عنده 48 نقطه وكان متصدر الدوري في ذلك الوقت، والاهلي 42 نقطه. خلاص، نتيجه المباريات خلال باقي الاسابيع، الاهلي فاز في 9 مباريات وتعادل في مباراه واحده ولم يهزم، الزمالك فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وهزم في مباراتين. الترتيب العام في نهاية الدوري، الأهلي الأول ب70 نقطة والزمالك الثاني ب66 نقطة، الأهلي بطلا للدوري رقم 25. بالنسبة أيضا للأهلي والعودة التاريخية في الدوري، عام موسم 96-97 والزمالك كان في المركز الأول في نهاية الأسبوع الـ16، الزمالك كان في المركز الأول ب42 نقطة أيضا، والأهلي في المركز الثاني ب31 نقطة. نتيجة المباريات خلال باقي الأسابيع، الأهلي فاز في 12 مباراة وتعادل في مباراتين ولم يهزم في أي مباراة، الزمالك 5 فوز تعادل 3 هزيمة في 6 مباريات. الترتيب العام في نهاية الدوري، الأهلي 69 نقطة، الزمالك 60 نقطة، الأهلي بطلا للدوري رقم 26. أيضا في موسم 2010-2011 الترتيب كان في نهاية الأسبوع الـ14، الزمالك 31 نقطة والأهلي 25 نقطة. الأهلي في بقية الأسابيع فاز في 10 تعادل في 6 ولم يهزم في أي مباراة، نادي الزمالك فاز في 6 مباريات تعادل في 7 مباريات وهزم في 3 مباريات. الترتيب العام في نهاية الدوري، الأهلي 61 نقطة ثم الزمالك 56 نقطة، الأهلي بطلا للدوري العام للمرة رقم 36. يعني اللي عايز أوصله لحضراتكم إيه؟ إن إحنا يا جماعة مش عايزين نقلق من الناحية الفنية، زي ما تامر قال الناحية الفنية واضح إن هناك تحسن ملحوظ بوجود بعض اللاعبين الموجودين يا كابتن شريف، بوجود لاعبين جدد يعني هيتم إضافتهم كمان خلال الفترة اللي جاية، والنادي بيسعى جاهدا، مجلس إدارة النادي بيسعى جاهدا لهذا الموضوع خلال الفترة القادمة، ولكن أنا بس حبيت أوري لحضراتكم ثلاث أمثلة بسيطة جدا جدا في عودة الأهلي مرة أخرى. والمهم يا جماعة في الكلام ده كله إيه؟ جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الاهلي لا يفقد، لو خدتوا بالكم ويمكن احنا اتكلمنا يا كابتن شريف في الموضوع ده، لو خدتوا بالكم الدقيقه 90 جمهور الاهلي ابتدى العب يا اهلي العب يا اهلي في الدقيقه 90، في الدقيقه 90 حاجه. جمهور الاهلي، النادي الاهلي محتاج جمهوره خلال الفتره القادمه، لانها فتره تبدو الاساس بتاعها جيد ولكن هنكمل عليها ازاي، هو ده. لكن خلينا بس قبل ما نتكلم في اي شيء ونرجع للمباراة مرة تانية ونتكلم عن الأشياء الفنية اللي حصلت في المباراة، خلينا نروح نشوف الأهلي لا يعرف المستحيل.